Les ABC de l'immobilier. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. موضوع حلقتنا للجمعة هذه باش يكون شنو هو لي بون كريتير باش نعمل انفستيسمون في ابارتمون. اول حاجة لازم الابارتمون يكون دو تيب S plus 1 او ماكسيموم S plus 2. ثاني حاجة لا سوبرفيسي بوغ ان S plus 1 لازم تكون بين 60 متر كاري و 70 متر كاري. Pour un S plus 2, les mètres sont entre 80 mètres carrés ou 90 mètres carrés. On a zéda l'emplacement ou la zone, حاجة مهمة برشا في الاستثمار. Les mètres sont موجود في زون résidentiel, قريبة للبحر, قريبة للكوموديتي وقريبة زيدا للفاكولتي باش هكاكا تكون فما rentabilité locative soit في السيزون استيفال وإلا au cours de l'année. إذا كان عندكم أي استفسارات ولا تساؤلات نجمو تخليونا في كومنتير ونحنا نجاوبوكم عليهم. مرحبا بكم الناس الكل.